أنا بعض الأخطاء قد تسربت للمشروع الذي تم نشره، فوجب إصلاحها وتصويبها. هناك أخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب، وهو أمر معهود مألوف في نشر سائر النصوص القانونية وفي الأحكام والقرارات القضائية، إذ تتسلل الأخطاء لأي عمل بشري. والحمد لله تعالى أنه توجد إمكانية للإصلاح والمراجعة، وهو ما سيحصل اليوم.